تم افتتاح المدرسة الجامعاتية أفريدن بجامعة الصباب من بين مجموعة من المدارس الجامعاتية اللي تم الافتتاح ديالها بالمديرية الإقليمية قرسيف. هذه المدرسة الجامعاتية اللي تم الإحداث ديالها في إطار شراكة ما بين الأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق ومجلس جهة الشرق، بالإضافة للمدرسة الجامعاتية مزقيتام والمدرسة الجامعاتية هوارة ولدقو والمدرسة الجامعاتية ساكا. هذه المؤسسات التعليمية تهدف إلى الحد من الفرعيات والأقسام المشتركة، الهدف منها هو تجميع التلاميذ والتلميذات في أقسام يعني أقسام مستقلة. الإقليم ديال قرسيف يتضمن بالإضافة لهذه الأربع مؤسسات المحدثة يتضمن مدرستين جامعيتين كذلك تشتغل، اللي هما المدرسة الجامعاتية بركيل والمدرسة الجامعاتية راس القصر والمدرسة الجامعاتية تدرت. إذن ثلاث مدارس جامعاتية تشتغل بالإضافة لأربع المحدثة. كذلك يتميز هذا الدخول المدرسي لهذه السنة هذه بافتتاح ثلاث إعداديات جديدة اللي فتحت الأبواب ديالها وهي كلها في الوسط القروي. الإعدادية الإمام مالك بهذه الجامعة جامعة الصباب، إعدادية صلاح الدين الأيوبي وإعدادية الفارابي. هذه المؤسسات هذه تم الإحداث ديالها بالنسبة للإمام الإعدادية الإمام مالك وإعدادية صلاح الدين الأيوبي تم إحداثها في إطار برنامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي. هذه المؤسسات كلها يعني تم الانتهاء من الأشغال بها وتم الاستلام ديالها وتجهيزها، وهي هذا اليوم هذا فتحت الأبواب ديالها في وجه التلميذات والتلاميذ بالإقليم. شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.